وراء تحرير آلاف الفتيات الصغيرات من عمل غير قانوني، وبمناسبة دخول مقتضيات المادة 23 حيز التنفيذ من القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل لخادمات البيوت، عقدت جمعية إنصاف ندوة صحفية بالدار البيضاء ووقفت فيها عند الحيف الممارس تجاه الخادمات وكذا العقوبات القانونية المترتبة عن تشغيلهن. هذا اللقاء هو كيندرج كيجي بمبادرة من الجمعية ديال الإنصاف من أجل القيام بواحد الحملة تحسيسية حول واحد المادة اللي جات في القانون 19-12 اللي كينظم علاقات الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين. هذا القانون جا باش كيحط واحد الإطار قانوني اللي كتنظم علاقات الشغل في هذا المجال ديال العمال المنزليين. جاب مجموعة من المقتضيات، ولكن ربما المقتضى اللي باغية كتناولوا هذه الحملة التحسيسية هو المقتضى الخاص بتشغيل الأطفال. وهنا بغيت نقول بأن هذا القانون جاء وحدد واحد الحد أدنى لسن القبول للعمل في التشغيل المنزلي، وحدوا في 18 سنة مع واحد الفترة انتقالية ديال 5 سنوات اللي ممكن يكون فيها تشغيل الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولكن فعل بشروط مشددة ومشددة جدا. من هاد الشروط أن خص يكون عقد مكتوب وممضي ومع تصحيح الإمضاء من الطرفين، خص يكون هذا العقد مرفوق بترخيص ممضي من ولي الأمر، خص هاد المشغل اللي غادي يشغل هاد الشخص اللي كيتراوح العمر ديالو ما بين 16 و18 سنة يعرضوا على فحص طبي كل 6 أشهر على النفقة ديالو، وممنوع عليه يخدموا في مجموعة ديال الأشغال اللي خارجة بمرسوم. هاد القانون شدد العقوبة، جات واحد المادة 23 اللي كتشدد العقوبة على الأشخاص اللي كيشغلوا الأطفال، يعني اللي كيقل سن العمر ديالهم على 16 سنة في المرحلة الانتقالية أو 18 سنة من بعد ما تنتهي هذه المرحلة الانتقالية. فالعقوبة ديال هاد الأشخاص غتكون واحد الغرامة اللي كتراوح ما بين 25,000 درهم إلى 30,000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة، يعني كتوصل حتى ل 50,000 أو 60,000 درهم مع عقوبة حبسية اللي كتراوح ما بين شهر و3 أشهر. الجمعية استحضرت المعاناة النفسية والجسدية لآلاف الخادمات القاصرات وراء أبواب مغلقة، وهو ما يمثل حسب تعبيرها شكلا من أشكال الاتجار بالبشر.